كان اولا تم الاستماع لشقيق الدكتور حسن التازي اللي هو سي عبد الرزاق التازي، والذي اعتقد انكم تابعتم معنا مناقشته واجاب على كل الاسئله التي طرحت عليه من طرف المحكمه، واكد انه لا يعتبر مديرا اداريا لهذه المصحه، وانه يعني لم يكن على علم بالبات والمطلق بما حر يعني ما توصل اليه هذا الملف، من كونه هناك بعض تجاوزات بين قوسين قد تهم بعض التصرفات التي حدثت من بعض الاشخاص، واللي تيقول بانه لا علم له بها. لذلك اليوم كان النقاش الاول مع الاخ الدكتور حسن التازيلي وسي عبد الرزاق التازيلي. بعد ذلك بعدما انهت المحكمه يعني الاستماع لسي عبد الرزاق التازي، تمت المنادات على الدكتور حسن التازي، وكان يعني كيف ما قلتها صعب، يعني كلمته كانت قويه، كانت مؤثره، وكانت يعني لها دلالات كبيره. اقتبس من كلماته فقط جزئيه لما قال بانني انا اليوم هنا لكي لا ادافع عن براءتي فقط، انا اليوم هنا لكي ادافع عن الوسام الملكي الذي قلدني اياه، وانه لكي اقول لكم للهيئه انه الملك لا يخطئ، وانه لا يمكن ان يوشحني صاحب جلاله بوسام، وان اجهزه هذا الوطن الصاهر على امن هذا الوطن لا يمكن ان تخطئ في شخصي وتقدم لصاحب الجلاله شخصا بمثل ما يحاول البعض تقديمه في هذا الملف أو تحدث عنه خارج هذا الملف، أن أجهزة هذا الوطن لا يمكن أن تخطئ في أشخاص في أبناء هذا الوطن، وقال أنه اليوم نحن في إطار يعني سنكون في إطار معركة قانونية، يعني أساسها أولا إثبات أن التشريف المولوي للدكتور حسن التازي بمنحه وسام لم يكن خطأ، وأن صاحب الجلالة لا يخطئ، قالها أن صاحب الجلالة لا يخطئ، والذين يريدون أن يقولوا بأنني فعلت كذا وكذا يريدون أن يقولوا بأن صاحب الجلالة أخطأ في حقي عندما وأخطأ في تقديره لي، وأنه من يصارع على أمن هذا البلد أبلغه صورة خاطئة عني، وهذا لا يمكن أن يكون. لذلك معركتنا في هذا الملف الأساسية هو أن نثبت للعالم أجمع وللمحكمة بشكل خاص أنه صاحب الجلالة لم يخطئ لما وصحه بهذا الوسام، وأن تفاصيل هذا الملف ووقائع ودقائق كما قال الدكتور حسن التازي ستكون لها يعني موضوع لا أقول الحلقات المقبلة ولكن الجلسات المقبلة، لأن أعتقد هذا الملف ستكون فيه جلسات أخرى وستكون لنا فيه يعني مفاجآت كبرى، وستثبت لك الأيام كما قلتها للإخوان الإعلاميين أنه تحريك هذا الملف كان خطأ في وقت خطأ، حرك يعني استهدف الشخص الخطأ في الزمن الخطأ، لأنه كيف يتصور أن تتزامن لحظة تسليم دكتور حسن التازي الوسام الملكي مع لحظة تحريك هذا الملف، مما يطرح ألف علامة استفهام. لذلك أقول مرة أخرى بأنه اليوم معركتنا القانونية هي في القاعة، سنستمر في نضالنا القانوني أمام القضاء، لأننا نثق كما قالها دكتور حسن التازي يعني للمحكمة لما اقتبس كلمة كانت المحكمة قد وجهتها لعبد الضعيف أمامكم، إنما قالت له هؤلاء الأشخاص أمانة في عنقنا، قال أن تلك اللحظة اطمأنيت لما علمت بأن المحكمة تنظر لنا كأمانة بين يديها وليس كملف يجب أن يحكم بأي نتيجة كان. لذلك اليوم نتعاود نقولها، نحن في أيادي أمينة بيد أشخاص أمناء على حرية الناس على حقوقهم، ولذلك نحن اليوم نتكلم بحرية ونتكلم بطلاقة ونقول ما يجب قوله في إطار دفاعنا عن مؤازرنا الدكتور حسن. صحيح، لأنه التهمة هي التجار بالبشر، وقال أن حقيقة ما وقع هو عتق البشر، لأن هؤلاء الأشخاص الذين استفادوا من الاستشفاء كلهم تم عتق أرواحهم، ولم يعني يتم التخاذل في مواجهتهم، ولم يتم التخاذل في حقوقهم في حقهم. لذلك انه جميع من دخل لهذه المصحه يعني استفاد من الاستشفاء وخرج معافى بعد ان دخل وهو مريض يعني ككل المرضى. لذلك اليوم هذا سيكون ملف عتق البشر وليس ملف التجار.